كمان بدي أحكي عن المواطن اللبناني. بالحقيقة ما بقى في شيء اسمه مواطن لبناني. المواطن كلمة مشتقة من وطن، وهيك وطن صاير المواطن فيه عملة نادرة. ما بدي زيدها، بس بدي أقول الحقيقة، ما عاد حدا عم يوثق بحدا، ما عاد حدا عم بيقول رأيه الحقيقي قدام حدا. لو حيطان البيوت بتحكي كان صار رايح شي مليونين قتيل بالبلد. ليك كيف هيك يا زلمة بعدنا قادرين نمثل على بعضنا؟ قال بيلتقوا اتنين كل واحد من مذهب او من طايفة وخود على تبويس. حبيبي اشتقت لك ولا بلاها بقى، ولا حمة تسلقك سلق انت وياه. وبالاخر بتقول الدين افيون الشعوب. هذا رأيي، فكر فيها.